مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه الصناعة التقليدية ديال المغرب. كيف كتشوفوا هاد الطبيصلات زويونين، الديكورات اللي فيهم والالوان. دو زليفات كبار، كتشوفوا الديكورات ديالهم زوينين. دو الكيسان هادو على شكل خميسة. دو شكيلات ديال الخزف، أشكال زويونة، أشكال هندسية والألوان. دو الاشكال ديال الطويجنات المغربيه، هادو فين كيداروا البيض. هذا اللباس الزي ديال الامازيغي. دو الديكورات ديال الحيط، هادو
رؤوس زجاجية. هادو الطواجن هادو الخشب هادو البراد المغربي هادو زلايف الزرق بغيت يكون مشارج ياك يجي معمر او لا بحال هكا خفيف ما غنبرك عليك في الزرق هو كيجي 50 ولا ناخذ شويه 50 يا زيد شويه مازال هذا كيف قلت لك هذه الفورمه هذه شحال ما بغيتي منهم ماشي مشكل احسن لك 100 درهم يعني ولا تنبيعو 130 كاين على حسب الثمن اللي عمومي اللي غتشطر معاك كدير بحسابك شحال الثمن ديال هادو؟ هادو 150 150 درهم هادو خليتو ل 100 درهم هذا زوين هذا اللي فيه الالوان 150 شكون هذا راه 250 درهم لا عليك هذا بوحدو هذا 250 هذا هو اللي غالي فيهم على حساب القطة ديالو خدمة ديالو في هذا كاين تقريبا غير هذا عريض وهذا كان مجموع شويه خلي لي ونشوف الزرقه كيف واحد فورما عاوتاني شي هادو اللي كنوريك دابا كلهم فورمات جداد لانهم كلهم هادي وهادي وهادي هادو خديت بالمشكلات الوانات المختلفه كنتمنى هاد الجولة القصيرة تكون نالت الإعجاب ديالكم كنتمنى نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته